لحظات. وانطلقت الان زياد في شوطها السادس على هدية شركة ابراهيم الجفاري واخوانه لجياد وافراس الانتاج السعودي عمره الاربع سنوات، فاكثر شوط مفتوح درجات على مسافة 1800 متر وقيمة الجائزة 60,000 ريال النقدية. والمركز الاول سيارة مرسيدس موديل 2007 الفئة اي، والجياد المشاركة رقاص المتوازن جبار قاطع السروات الفضلية نجمة الزلفي ورد بلاد الكلف وناير والسبوح والفجري وديموم والكرار والحمراء وحفيد شجران والصيب والمساهم. وفي هذه الأثناء في المركز الأول أشاهد تقدم من قبل الجواد قاطع في المركز الأول كما تلاحظون، وأيضا محاولات للتقدم من قبل الصيب من الخارج في هذه الأثناء، وأيضا محاولات بقية الجياد لتحسين مواقعها في هذا الشوط. هناك أيضا محاولات جبار من الداخل في المركز الأول الآن، جبار يتصدر في هذه الأثناء، الصيب المركز الثاني لا الثالث بعد تغيير المركز الملاحظ في هذه اللحظات. وشاهد أيضا الكرار يحاول أن يتقدم مع رقاص في هذه الأثناء، واقتربت الآن الجياد من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية والتنافس لازل على أشده. وكما تشاهدون رقاص في المركز الأول، رقاص بالفعل ينفرد بالصدارة في المركز الأول. وكما تشاهدون أيضا محاولات من بقية الجياد للحاق بالمتصدر رقاص في المركز الأول، بالفعل يحاول أن يبتعد عن منافسة بقية الجياد، ورقاص ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما تلاحظون يصل إلى خط النهاية بكل راحة ويعلن فوزه بالمركز الأول في الشوط السادس. ألف مبروك.